انا فخور جدا بالشراكه النهارده مع بيتك. كما هو معروف جوميا بتزق في الاتجاه بتاع نمو قطاع الالكترونيات عندنا. بيتك اوسو بوشينج في نمو الديجيتاليزيشن عندهم. فالشراكه دي كانت تطور طبيعي لتوجه الشركتين. انا فخور جدا ان عملاقين النهارده في السوق المصري بيتحدوا وبيلونشوا الستور بتاع بيتك على جوميا. احنا we're very excited about the partnership النهارده مع جوميا، ان احنا بن partner the opening بيتك ستور على جوميا، بحيث ان احنا نبقى بنساعد في ان هنقوي الكاتيجوري بتاعت الالكترونكس والابلاينسز هناك، ونقدر نوفر الكاستمرز بتاعتنا وبتاعتهم a very unique selection with a very unique experience ما كانتش موجوده قبل كده في مصر.